كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن قطر جنت ما يتراوح بين 2.3 مليار و4.1 مليار دولار من استضافة كأس العالم لكرة القدم، وجاءت الأرباح من إيرادات الإنفاق السياحي وكذلك حقوق البث المرتبطة باستضافة البطولة. ووصل 1 مليون سائح إلى قطر خلال البطولة التي أقيمت في نهاية عام 2022، وبلغت العوائد المالية المحققة من استضافة البطولة أعلى عائد في تاريخ بطولات كأس العالم عبر التاريخ.